شيخ عسل والله يا شيخ إن انت عكه عسل يا شيخ عسل بس عسل اسمر عسل سدر ولا لا طيب شيخ حسن وقف ام الاوقاف ومعايده باجر ايش تعليقك على هالفكره وعلى هالاليه والمبادره لها والله اول شيء جزاكم الله خير هذا تبني هالمشروع العظيم وصلى الله يجعلنا وياكم كلنا مشاركين في هذا الاجر واتعجب وانا اسمع مثل هالارقام يعني تخيل واحد يتبرع ب 500 يمكن راح ل 5 ريال هذه يمكن ما عندها الا 5 ريال اصلا كان متبرع اي فدرهم سبق 1000 درهم الله اكبر فنقول لا احد يبخل والله والله اعطينا فرصه ونحن في اخر الشهر في شهر تعظم فيه الاجور والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان ففرصه الان انت ترمي في هذا الوقف ولا تخشى من ذي العرش اقلالا انفق بلاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخشى من ذي العرش اقلالا انفقوا من مال مو مالك ترى من مال الله الذي اتاكم صحيح نعم في يوم القيامه تجد هالصدقه لها 5 ريال ولا 10 ريال ولا 1000 ريال تجدها جبال من الحسنات جبال جبال تستظل تحتها وهي سعاده في الدنيا قبل الاخره الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك فنقول يعني نشحت الهمم نقول ما عندهم يعني فرصه في اخر الشهر لان الشيطان دائما ترى يريد يحيل بينك وبين هذه الاشياء الطيبه لا يعني وشلون وعندك وعندك لكن سبحان الله ما تقدم وتفعل لتجد حتى بعد ما تنفق تشوف النفس تتغير تجد فيها انشراح وسعاده وانس ناهيك عن الاوقاف هذه ما هي فقط في الدنيا لا اخي سعاده الاخرين الذين سينتفعون من هذه الاوقاف كم يتيم كم أرملة كم مطلقة كم محتاج كم مريض كم سيعلم به القرآن كم سيفطر به من الصيام وكم في أجور عظيمة ستصب في ميزان حسناتك عظيمة جدا ونحن أمة تراحم فيما بيننا يعني أي والله نعطف بعضنا على بعض يعني كل واحد يعني بعض الأيام يحسبون أن هذه كان هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى صحيح أنت تجاج مع رب العالمين حقيقة ثم يعني الآن مثل ما ذكر الإخوان في بداية موقع يعني الشيء اللي يشوفه بأم عيونه يعني واحد يعني زي اخونا عادل صلى الله عليه يغفر له ويرحمه يقول كان قبله في برنامج طالع يعني ما بصحته وعافيته وشبابه في الأربعين الموت ما يعرف صغير ولا كبير ترى هذه حقيقه هذه تراها بمعينك يعني تصبح من الدنيا العيد هذا ما تدري تعيد مع اهلك ولا خلينا نتكلم بصراحه يعني ليش يعني هذه شيء نراها بام عيننا يعني فنقدم لانفسنا وكما ذكرنا هذه الايه ونعيد ونكررها الله سبحانه وتعالى ايش يقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم الله يقول كلام رب العالمين انفقوا من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ليش صدق بدا على طول فاصدق طيب الان فرصك الان فرصة الآن يا إخوان والله العظيم إن سنجد البركة في بلادنا في أهلنا في حياتنا في الدنيا وفي قبورنا وفي الآخرة أسأل الله يعني يعطي كل منفق خلف آمين وأن يوفق الحمد لله هذه الآية الكريمة فأصدق والفاهنة يفيد التعقيب والعجل يعني مما رأى من عظيم هذا الأجر وأيضا فأصدق وأكن من الصالحين إذا الصدقة هي بإذن الله سبب بعد الله عز وجل في صلاحك أذكر موقف قصيته في الناس اللي فيها خير والله أنا بعض الأيام أقولها وأنا أحزن على نفسي وأنا أذكر هذه القصة يعني الشيء اللي خالجني في تلك الساعة وتلك اللحظة ويعني واستغفر الله ربما الشيطان اللي ما حسن ظني بأي مسلم مهما كان كنت مرة في رمضان مضى وعندي في المسجد بنبني غرفة تحت وقال لي واحد من الاخوان ترى في الحراج يبيعون بيبان جديده جاهزه جديده مره بويتها ومفتاحها وكل شيء تاخذها وتركبها ما تركب كذا قلت اجل زين هذا بروح واروح فعلا رحت بعد الظهر الحراج ولقيتها المحل في رمضان في الحر لقيتها المحل هذا وكم هالباب اتفقنا اياه ب 250 بدي قبل 300 خلاص نويت اني اشتري قلت توصلنا قال والله ما نوصله اقول لك احد يوصله أقول لك أحد يوصله عند سيارتك صغيرة سيارتك صغيرة ما تشيل الباب حديد كبير وين في قال يمكن تلقاك ناس في مع ونتات جالسين هناك رحت وفيه ونت مكسر وفيه واحد شكله حتى الله يتوب عليه الشيطان يعني في الظهر وشكله وقلت حتى شكله مو صايم
يعني ما في الله يعني اثار الدخان على وجهه واثار يعني طبعا. فجيت وكلمته قلت عندي باب ابغاك توصل المكان الفلاني، قال ابرك الساعات وانا فيه كذا الى اخره. جاء ثم ركبنا الباب معه، اتفقنا معه. عادنا الله يتوب علي اقول ميده عشان يعني الشيطان تبي ينحاش بالباب ذا شكله. طبعا ليش؟ قلت هذا بياخذ الباب يعني. خلني بس بعلمه. قلت يا الغالي هذا الباب ترى بنركبه في مسجد وسط مسجد. قال مسجد؟ قلت اي والله مسجد. قال تكفى الله يرحم والديك. قلت وش يقول؟ قال تكفى طالبك. قلت له عامر ايش تبي؟ قال تكفى خل على ما قال قيمه الباب علي انا. الباب نفسه ولا توصيله؟ هذا قيمه، لا قيمه الباب كله. يا رجل قال لا تكفى الله يرحم والديك. ثم من يوم عاد قاعد تناظره وهو يطلع فلوسه ويطلع من الدرج، والله 10 5 يجمعها 300 فرحان مبسوط، كل يمكن ما يمكن رصيده ذاك كله اللي عنده اليوم، وجمعها وجاي مبسوط. فدعوا صلى الله يعني. فانا اقول بعض الايام شوف الواحد ما تدري عنه يعني، واحد يوم والله وعطلع الباب وهو مبسوط ووصل لك الباب للمسجد، ووصل الباب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يدخله من ابواب الجنه الثمانيه ان شاء الله. الله اكبر. فبعض الايام ترى تجد ناس معنا ما يعني بعيد ذكرته وحنا دعينا له، والوقت الموقع الموقف كله قبل 4 5 سنين صح؟ تقريبا. الله اكبر. يلا شيخ خالد. احيانا البذل ليس بالضروره يكون مال، يعني لو بذل اي شيء تتصدق باي شيء. هذا يقول لي واحد، يقول احد الاخوه يقول انا والوالده